في كل يوم بدنا نحكي عن شغلة اسمها Value Village أو زي ما بيحكوا عندنا بالعربي البالة أو سوق الأواعي المستخدمة. طبعا في كل بلد في العالم ممكن تلاقي سوق أواعي مستخدمة والناس بتبيع، لكن في كندا هون إلها مثال آخر لسوق الملابس المستخدمة. في هذا المحل الناس بتيجي زي ما شايفين هون بيعملوا دونيشن، يعني بعطوها الأواعي أو الألعاب أو أي شيء موجود عندهم بالبيت بدهمش يستخدموا، بعطوه فور فري. بتيجي هاي الشركة اللي اسمها Value Village، هاي أحد الشركات، في عدة شركات في كندا بتسوي هذا الشيء. بتيجي هاي الشركات زي ما انتم شايفين عندها محل كبير بتبيعها، حندخل جوا إن شاء الله هلا، بتبيع هاي الأمور وبتعمل المصاري كلها دونيشن لمؤسسة خيرية. تابعونا وراح نكمل معكم. شايفين هذا المحل كبير كثير، في ملابس نسائية، ملابس رجالية، ملابس أطفال، أحذية، قبعات. رح نأخذ أمثلة بسيطة هلا وإحنا داخلين. الجميل فيها أنه حتى ممكن تلاقي ملابس أثنيكس أو ملابس ثقافية، هذا مثلا أعتقد أنه من باكستان أو شيء زي هيك. طبعا من هاي الأمثلة هاي البدلة شايفينها أنتم، مبين عليها very good shape وشكلها جديدة، 16 دولار 99 سنت. هذا بنطلون in very good shape حقه 14.99. طبعا ليفايس في السوق حقه 80 دولار. أمور منزلية، furnitures ما anyway. طبعا هون البروسيدز بروح كله لديابيتس كندا اللي هي مؤسسة تهتم بالمرضى السكر. شكرا على هذه الفكرة، فكرة رائعة.